أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الله بنيا آيات بقول يسجيتن يلوات وصورة البقرة كاملة. وعن سوق قارنا عشر كان أفرتن يسجيتات أنه وقل أحجرنا صورة دلوات وقرانك. إلهي سبحانه وتعالى هو نغسل ورمي عشر كان آدي ودا بيجي. إلهي سبحانه وتعالى إنه نغفر ليالي دردارا وقفك مركز أسباب الموت وكسوا حاضر إنه دردارمو. أدي مال وكتبهيو. إذا مركزنا أو دردارنا والدديسة إيا قرابديسة سمحوفة أو دردارنا فأسوا حقوا أو إله المتقين قفك بجلو ده إله بلن كاس وقف مخاتكاء هايئة أم وقف وصيه اللي سمييئة مركيه لجي سوء قادك بعدي يستهف لبجلي دم بجيس هو بجلها يدوش وضوحانه بإلهي رأيضا يا إلهي سبحانه وتعالى قيامه عذابا يا الله نوامد مقلع يقول كموسيقى دردار معي فعل كوثق أن إلهي سبحانه وتعالى عالم أيكيه وإذا أوصمينا إلهي وكجالتنا إياه الله عزنا وحونا صوتا يقف كيقف دردار معي وغبق إلى الشوق إنه حقا كلا يحضر سيخضع وقفع وقلقع هين أمسيء لقع وحوي مثلا بزيادة ما يثلس وكبر يوحو دردار معي مرهدي أو حالة الموت كسريه ايه عبدنا مركز يقفك مغلي ايه وحوي إصلاح سمايه موسيقى ايه موسى له ايه حدى نفره وهو كما جبنوا لإله سبحانه وتعالى رمتاز إلهينا غفور رحيم ويه ايه في أحكام توجن عشر كينه رأي نفسه مرني وهذا وصيبا والك الله دردار ما ايه قرابدا ضد وارث وحلو دردار ما منصوح ويه آية الميراث الغنى التخي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله وصية لوارثنا وده حديث الترمذي هاي هو أي نمارة في عشر كينهر عن سوق هذين إن شاء الله سوق هذين مثل هذا وحيد كجلينا أحكام عصوب أيان كجلينا هو أحكام الصيامة صوم كأحكام في سيان مثل كجلينا يوحى صوم كوي يبقى مركة هسا إن انت أحكام أو قطع لغيس أيان مثل كجلينا النجوى مركز طور أي وقت سيس عضونا إلى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين جلوك عمنوهما ينو كتب وحى الغفر لي عليكم فركين الصيام صوم أيا الغفر لي علي كما سيد كتب الله غفر لي علي على الذين قول من قبلكم إن فركين هذه لعلكم منها تتقون أو ستان أو الإلهي أيام نود إلهي مع الميال أيا لين كفر لي على صومك أيام تأسوه معدودات أولا شريئ أو آدي أغير عدد معلومة سلموه مادو أن تنظم الله فمن كان روحي هذا أو منكم إذنك إذن كاملة مركي وعوي بشاس أو حاضره فمن كان روحي هذا إلهي أو منكم إذنك إذن كاملة بشار أمرا مركي لجاره مريضا قف جهنة هذا هو أمرت على سفر سفر كورتيس هذا مسافرة فعدة فعليه على كرسيسة او معناه على غورة سلاف دراد يضع أخورة وعدو الدار كاسا إسا اما مرض مركاسي هو أخورة اما السفر
فعليه وحاكركيسا وسوق الدل عدة سنترة ومن أيام المال حقه أخرى أخرى ينتظروا ماله أو سواء أفضل بدل سوري وسوري وعلى الذين كوا حاكركوا ده هول إلهي ولقد دونيا يضيقونه لا يضيقونه صوم كأن كريم ومثلا بوابات جبوبي أما ثمرة وحاها لا يجابره إلى يسبك سلان على رجلين ولو هذا الدواد عن الهنوي وهو ده إلهي سبحانه وتعالى كواس نوحى دو صورة سلاك مركة يقوى قرآن فدية فدية لإلهي وعن وي فدية دعام مسكين مسكين لقوص فيه أو وح مركة أو غنيون كبر فيه وانا مد أما الشواط وحلو يقانو وغالب قوت في البلد البلد يأخذ الجيو قوت كيف مثل وغالب سلوه بغاها لحنو ما لنك التعيى لبقنا يا مركزون إلهي فمن تدوع روح قوت تدوع وزيادة سمعية خيرا هاي خير قوت قوت تدوع وهوية بزيادة على القفل المذكور وي قدر كلا شيء أيوه كزيادة كجلة ومعيش ليلة الصوت الله بحيو أيوه الله ما بحينا يا أما صوت يبر أيوه بحينا يا فهو أيوه إلهي تدوع عاصو خير له مثل خير بنوي هذا إلهي هدى وأن تصوموا إنها الصومتان أي خير لكم إذن خير بغن إنها الأفرتان إذن كو فرصة الحقصة اللي ينسيي وتجب إحسان صوم خائد إنك خير بغن إن كنتم هديادة هاتين والإلهي تعلمونك وقرمي هل أنت أستمعي أيضا إلهي سبحانه وتعالى لشان إلهي سبحانه وتعالى تسكى مؤمنين تأيونا ذلك معايير إلهي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أيضا إلهي تسكى مؤمنين تأهو وحال الله إذن كفر لي رول إلهي استرق يا الله إذن كفر لي هاي. هذا مركا نادرة وهي هرتك دعيسا هرتك إيمانك لأيك دعيسا وضتك مؤمنينك أي إلهي سبحانه وتعالى قلنا يجينا إياه هذا مركا وحالك قادنا إياه وطن إيمان لهين إنه سنس يوميني معايا إلهي ضتك ولنقو منا يجين كفارت إيه المناطقين تلوقو منا يجين وحاسلو يقول لهذه ضتك إيمانك له معايا لضتك إيمانك له أي أمرك إلهي فاعايا هذه الله كما كان بدا سوميني أيضا المركز عذر أن لهين وبغير عذر المركز التون كي كسو هرجي ذو إسفقون هيا وإسفحب أيها هذه الله وحال أغانا يا ضدك أصيني كان إيمان لهي حال إلهي ضدك أوي ريسون خوا ضدك مؤمنين وحال ناسا كعب مركز قطفا مؤمن أهين إنو سوميني هلا مركز عود هاي يا أيها الذين دولك أمروه ما ينو كتب وحا الغفر لي لعليك مركينة الصيام صوم أيها الغفر لي كتب ذا بمعنى قرن وي صوم كوا فرل وحبر من أركان الإسلام وي ثم أركان الإسلام فكملة فرد كلا بعد أوه شبيرة أيانا صوم كلا فرل لي علي صوم كمرك وحوليها اللغة هي شرع يسكليها لغة وحالي لها الإمساق أيها الإيران أقايس أيها الإله ده وعانا كميلة مثلا بقول له جري شنية إلهي يقول كيسة مركي مريض بنت عمران إلهي أو فري إني هدي عنه قيدة وحلقوا يديه إني سنعدنا الله بلين وأتيتري إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أنا أقول الله الرحمن قال وحا أقول لدري أقايس أيا أقول لدري أفنى الله بل ماله مركا هذا صوم كاس إني نذرت للرحمن صوما أي لالهي صوم كاس صوم مغوي وي وامر كاس وهو نغنى الإنسان عن الكلام أيون نغنى أو أي شيء آخر لا وي هذا الكلام أفايستو أي عرفت به جلال خير صيام وخير غير صائم ترى به جلال مركا هذا خير أو غير صائم وحي طولا ممسك عن الجري وي ومدى مركا في فردها أرديني مدى مركا سوها وي أردي سنة خير صيام رئيه جلال أمد العسل وحواي خير صيام مد إليه ومد أن أرده ثلاثة نسيعا وحي روحي مركز كاء مصنطي أرسك مد غير منتخل عنه وحواي عيدنا ومد أرده اصطلاح مركز علماء الإسلام اسمها فغيل
شيء لغدا وحي جري جلوي قبل الإسلام، وهو نقول الإصلاح هنا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. إن مركز العطا يسوه شهوة البطن إذا ووحى لحونا عليها لقافة يسوه يمد الفرج إلى أول جماعة لقافة يسوه ما يبقى كامل من العطا يسوه لقد الله وحى ويه فرحدا على الشريعة إلى فجر كصادقة وكذا عمي أما فجر كصادقة لقد الله إلى وحى ويه قرادة يسال عيسات ويساعد الشيئين وحوية لقد الله فجر كصادقة إلى رحضة يسال عيس إذا سيال أصل سريا أيضا مركز نيال رأيمان أيو نيال مركز خاص رأيمان أيو نيال سوى سولى رسولك عليه الصلاة والسلام ما لم يبيس الصيام أيو ده رسول مية ما لم يبيس نية سولى نبو ما نسال فيها ري فلا صيام له قلت نيال أيضا كبرين وحصوما مره وصوما كأنسح ما يبيه مركزين كبتعين مركز سبيس نية لدي ما يبيه أي حديث أثناء لك قادنا إياه مركز الله قبل الله فجر كصادقة إلى مركز صبر هذا يكبع يسو انت سأيال أفا يسانا يا وحانا لك أفا يسانا يا شهمة البول شهوة البطن والفرج أيال لك أفا يسانا يا هذه ما ترى بهذا صوف كأي صوف شو وحيا أبو مركز لقوية وعوية صوف كأجل كيسو خدمة يا صوف كأجل كيسي أيوه خدمة يا معايا نبو عليه الصلاة والسلام هو داري حب الصائمين ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش فلما هو دعي ميت سومايه قل سوم كيسة قال جئي مارك يأون مويها كلام كيرين وهو قائم ليس له من قيامه إلا سهل حب هذا جاء مركاتي ما أنتو أن قبيان كانوا دعنا ليه لأي قيام ليه أتابه وحبنا مركاتي فيه مارك يهود قال الآن مويح كلام كيرين وعلى ربا أعماسه إليه يأي كفة ديره ووحذر إلهي اللي ولد يديها سيئة للدنيا فقال له هنا كتب عليكم وعلى إذن كفر ليهلي الصيام صوم عيال إذن كفر ليهلي كما سيه كتب الله كفر ليهلي على الذين كون من قبلكم يكون في نهاري فهذا الصوم كان وعليه نصوصه سبحانه وتعالى أنه من الشرائع القديمة إنه الشرائع له الرئيسي هو صوم كأكمده ومليه نجوه ريانوا كفر ليهلي يا أنبياء ذوذي لقد الله ذي أبونا آدم إلى فصول كان لقصه قال عليه السلام تطكي جرجة وإيسو مايين لكن وحوية صون كين وكلمت الوشكة تسمعوا قرم ابن أهين وصون كين ملعب قرم ابن أهين تشجيها مركز سفر يذوي حاجة كيشيها ماهن يستووا للحصة مركز هذا تشجيها وحا الله سمعين عيو وحا الناس الغربة فالي إلى مالك يتطليو وأنه في الصبر قادمه قدك أنك نجهره معايا لنوع الصوم كالعاقصرا نوع الصقوباء يا قصرا ملكا هذه أنك بس نجهره وإي سومايين وإن هذا أرنجها من قولين وقعين أرنجها في ملكا إنان أنونا كله يهنأ إيانا لكدوني ودن إلهي هو لأي فايزيه صومك لعلكم تتقون إلهي إن هذا مارك يا عبدو السطان أفكر عبدو السائن يهي وأوكد أوصنايا ومانتا يوكد أوصنايا شهوة أيوك أوصنا يا معايا شهوة أيوجي بيا صنك تاسو مركا سوى هوي معاصرة بلو بيج أهوي شهوة أيو مركا توجي بنا يا وطول رسوله عليه السلام حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليه تزوج فإنه أغن للبصر وأحسن للفرج وملغ سبيح عليه بصنك فإنه لو جاء وهو يا جماعة من يرغو فليه رسوله ذا سوى الأول لأذن عليه شهود أي كتاب بنتها قد كي أولا إليك إن كاملة إنه بورسده تبور صوتها ونهاتا نفق غير إيه هي كرائي معايا رسولك وحانيها يجورك أستغى يا إندها اللاجي قولة رسولك عليه السلام قد كمالك بورسده قد متزوجه إيه هذا هو أول شهود إليك جريسة معايا إنها كدبت هذه ماي هذه لكن أولي أوصين متزوجه هين ناس أو أستغى إنها يكدبت هذه أمرك أسود بغالية مركا فإنه أغنى للبصر روضه رسولك عليه الصلاة والسلام وأحسن الفرج يرى إيسكا إلى الأوك وأحسن للفرج رواد السلام قفتا أودين روضه رسولك عليه الصلاة والسلام صوم وعن ديل هاي مالك يا قفتا أودين مالك النكاح عن أودين قفتا النكاح أودين وشاوليس أكجبيه صوم كأكجب روضه رسولك
وهو يهي مكاسي شهوده كبهين يا رفانه كدقى يا ولي مركا حديث كاس أنا مركا ساء الدليلة إنه مركا هسران تتغوء كينا يو ومركا في شهوه جمينا يو لعلكم أنا تتغوون أو ستان أو إلهي أي من كان حال ونس بي صيام كان ونس بي أما سوى هل يصوموا أيال الليه هو لسوق الدرايا وكتب عليكم الصيام إلهي مركو لهي صون أيال إذن كفر ليالي أياما ما الميال أيال إذن كفر ليالي هذيك العشو غديك تصوموا صوما أياما ما الميال صوما صوموا صوما أياما ما الميال صوما أيون إلهي سبحانه وتعالى أيام تصوم معدودات يقول للسرية أيام للسرية معناها على قولة ما الميال وي أما مؤقتات وي حدث أو معلومة وبشر رمضان سيلا هذا ما إمادون إلهي وكعب سبحانه وتعالى أيام أو قرائل إيه صافوا كعب هذه سنة إلى هذا بل ما يرى واسره بل وعيه معايا سنة كاسو لن لبدا يكتبون بكم بولوي هاي هو يكتبون بلوز أي أمركا سهل ليستقلنا يوحكا استحبان يا مارين لكن هذا هذه ما رسيا هل بالخلية هل صوم الليلي سنة كإنتي سكال هذه الله نسبية بشرة وعيه تاي سنة أمركا سي أيام أو قراء إلهي قطة سنة كمسك الله يسكره هذه أي تعرض إني أعداء كما عدوا باي معنا يا قفت مركا سادو نغضي أهل الأعدار أو نغضه سلعنا إلهي ليه فمن كان هو هذا أو منكم إليك إن سمينه مريضا نجدنا هذا أو أمسك على سفر سفر كل كيس هذا أو مسافر وي سفر القدس هل نغضه أمسك غير كيس سوكنا مركا سعود لما لبدا حاربا إيسا سوء أفرا فمن كان هو هذا ومنكم إليك إذن كمله الإلهي مريضا نجسا قفت هذا هو أمسا على سفر سفر قفت هذا فأخذر ويساف نقو أفرا فعدة فعليه وعقر كيسا عدة ترى ومن أيام ما الميال حقه لا أخرى أخرى فعدة فعليه وعقر كيسا الإلهي عدة ترى الإلهي ومن أيام ما الميال حقه لا أخرى 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 أوسوما إيماني بجد كله ومر كان مريض في هاي أما في بعد ربع هاي شو في مثلا عادة ناس يكون عضو كلام طول أما نفاس يكون عايش أما سوى هو يقف في مسافر وي وقف مسافر هو يقف فاس أما مريض وعي وعيك أفرا يا إنت مع الموت أو أفرا أيوة كرتان يا مركي مركي هاتي صون قال لغبه بلاحة كلام طول أيوة كسوما يا ما من أيام أخرى كسوه وعلى الذين كوا فرقوا له الالهي ولد دون يا يضيقونه لا يضيقونه لا يا المقدر يا ان ترين صومك ان ترين مثلا هو يقف دعوي اما ثمر الحوق بعذر او انه كبك سلاء لتجيه عذر هذا مرت اسوء هو او مثلا الدوله عن الهين واي مثلا مر القص قصب الى جدام كيو هذا عذر هذا كعلو ذكرك يا سخرك يا دوك قوي وهو حاجر مركزي أن لهجيه إلى بكسره لا يمركز الله سبحانه وتعالى وعلى الذين كوها فرقوها يقونه هذا علماء قال إلى ذين لاغان فقال لاغان إنه مقدره سلاسة يا مارك يا حاجة حلو بلين إلى الهدين لو دعينه وحاجر جسال ليه إسلامك بلويسي إسلامك بلويسي وحاجر جسال أفقه أسبوع أول له أيها الضوء الضوء السلوم هاي هذه الضوء أنا أسكت لها أي مركز في جيد إسكبشنا هاي لكن هذا التعاف مركز هو لا نتحي إذن مركز مركز لا نتحي أيها تفسير كوحالة قليلة لا أي الوقت قدرية هذه السيدة هراء اللي لأنا مركز هراء إساس إذن قفك أول حتى وعلى الذين قول يضيقونه كرا يوم الهلاهي عفر قوضا سيد يسود فهو أولي خلق استعونا لكن فجأة على ذهبا ولكن إسلام سبب الله ويسا سلا صحيح هذا حديث سير وصحيح عارس عين فيه على عارس وأرور فرك إله يهود سبحانه وتعالى وعلى الذين أخوه وحاد دسوا لا يضيقونه لا يضيقونه صون فعن كريه فجأة سنفجوا إلهي عيسى في جلس هي عيب السوق قبله دعام المسكين المسكين قوف تسوي
مسكين إلا في وانا معلين تاسوي إنت الزمار كنحين نغيسة مدين نغيسة وقوم البطن واي وقالوا قوت البلدة بلد كانت يوقوت فيه في غيرتها ومعلين كالتمر كاسر أسكنه مركا هذا في جلد طلب حيو أيوضة إلهي سبحانه وتعالى غفت وعلى وينه في جبه هذا في جلد مركا واي الشواب واي في جلد هلا بحيو اللي يدعوه الشواب هذا قفك كالزيادية أي إلهي حولي سبحانه وتعالى فمن تضوع روح قد تضوعه قفك قصة نفسه خيرا خيرا لإلهي في زيادة على القدر المذكور وهي في الفيديس زيادة قدر قدر كل شيء وهي وحمر خاسرها وهي زيادة قدر فمن تضوع روح قد تضوع أو قصة نفسه لإلهي خيرا خير فهو تضوع أي خير له وخير بغنود إلهي قفك مركزي تضوع أيو سميه وحبضان أيو بحيي انت مركزي فرغ قوة هذي انت خبضان أيو بحيي خاصة يا أخير بغن معايا شيء واجب كهي استغوه قدتي إيه هذا شيء سماع لي من لي مقونيسا وانت هذا شو دارد هذا نيلا الهودة سبحانه وتعالى مركز معذرة أي استماده وحال لي لمركزي هلا يسكع فرا لي هلا يسكع فرا لي رفق سويه هذه لقطه او سيده عزيمه على قاصو عزيمه انه خير برنته اي الا وله الله سبحانه وتعالى وان تصوموا الى صومتان تدعو خبر كده خير رسم تاوي وان تصوموا الى صومتان تذكر اهل المعذره له الهي اي خير رسم انه خير بدن وان تصوموا الى صومتان اي خير لكم انه خير بدن اي خير برنته افطار يومك في ديال الله بحيه صومك يا خير بدن وتقول نقول إلهي إن كنت مهدادا هاتين تعلمون قوة كرمية فلا أيضا سيئة طاوي شهر رمضان الذي بحيث هو قدريسة هذا إلهي وحونا صعبه أي يوم المعدودات نقول إلهي وحيث هو ميسا ما المؤوى خرطا أو يراسو ميسا فقط أضحى ماذا تلك الأيام دماء أيامها سوء قواسة وبركة اللي سلوم أيضا إلهي شهر رمضان رمضان كبشي سويه الذي شهر رمضان كاسو وزيل لدجي فيه ده عيسى القرآن وقرآن كاسو دجي إله يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان إلى هذا الحواه معلمين لسوم أهوان الوطو شهري لكن قدر كأي فاعل ومثل شهر وقشة رمضان هذا يشبه كل ما تابين لواتيسر كل ما تابع مركزون إلهي شهر رمضان تلك الأيام معلمين كاسو قواتر وإلهي المسؤول سبحانه وتعالى أياما معدودات شهر رمضان رمضان كبش يسويه الذي تاثر ينزل لدجيه فيه لحيس القرآن وقرآن كالسود دجيه وغش رمضان وقرآن كالسود دجيه وإلهي سبحانه وتعالى روح المحفوظ عيال الله كياني سماء الدنيا عيال الله كياني أبين أولي إلا تغفع إيه هذه غفر ليه ما إلهي المسؤول سبحانه وتعالى شهر رمضان بشر رمضان كوي والإله سبحانه وتعالى الذي كاسو أنزل للدجيه فيه دحيث القرآن وقرآن كالوسو دجيه شرفت مركز براء كريس هيلي كريم ورمضان أي لا ذهي أيضا إلى قرآن كل سو دجيه أيضا وليد لقصو دجيه بينك اللي تقتله وأطول إله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من أشجار وأطول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان رمضان كبشي سواه الإلهي الذي رمضان كاسو وزيلا لديجيه فيه سيد حديث القرآن وقرآن كل سودسي رح المحفوظ على الثاني سمع الدنيا على الثاني هبين ليلة القتلة هدى حال ياتي هلونه الإلهي القرآن الحالين يا هدى حال ياتي هلونه هذه من الله لا تسوي غير يلو هلونه يا ولن أثبت قصب ناسي هدى حال ياتي هلونه الإلهي القرآن قول الناس تتقصون على رؤى الهي وبينات حال يسيع الى عبده وبينات حال يسيع الى عبده سلاسة مركة بشهر رمضان يا السلطان يا لك هذا الى الهدى سبحانه وتعالى وبينات حال يسيع او الى عبده قول الناس من الهدى عن الهي هنوك حديثه الهي وبينات حال يسيع الى عبده من الهدى هنوك حقيقه الالهي حقا ايوكو هنو يا بك والفرقان ومن الفرقان فرقان حاله ياه
مثل سانا حق يا باطل يا حلال يا حرام فرانك با إلهي تماما يا والفرقان ومن الفرقان فرقانته حال وكمدي هاي حق يا باطل يا حلال يا حرام فرسانا هاي هاي لو حاسوس مثلا المصحوب بالأدلة وي أدلة ليس عيوه قطعيا وي وقفت مثلا شخص لها مركز سوى هوي يقن أنيسا لإله ولهي إن في خلق السماوات والأرض وقت لا في الليل والنهار لآيات للعباد إلى يقول كيسة أمن يجيب المضر إلى دعاه ويصف السوء أو له والفرقان ومن الفرقان فرقان حال يهود إلهي فأسفع الصبيان وي فمن شهد فوح حاضر إلهي إشارم الله صافي فمن شهد فوح حاضر ومنكم إذنك إذن كمير الشهر شهر كحاضرة فليسمها صمود إلهي وكانت أما كامرك وهوي أبه الجوبي فمن شهده حاضرون إلهي الشهر شهر كحاضرة فليسمها صمود إلهي وهجوي ومن كان هو هذا مريد المد فن هذا مرض يذر مع المأوي وعمرك تقدر حاهاية لا يقول سبحانه وتعالى فمن شهد هنا حاضرا ومنكم يمكن ان يكمل الشهر بشهر فليصمها صوم ومن كان هنا على مريض مجهد هو بس على سفر سفر كيس هذا هذا فما يدعو ايد الى مكه لا توحى الوسوع العلم شان وهو يوم الليل ما رفيا ان فيه رسم اين سفر وهذا إلهي قول فيه في أو تعميم كهو فمن شهيدة هاي إلا مركز الله ملايين الله ملايين مركز الله نستقيا إلهي أوليه فمن شهيدة روح حاضرة ومنكم إذن كينكم إلى شهر مصر فليسمها الصمور إلهي ومن كان رؤنا على المريض يجفا أو أمتع على سفر حمر كفيت آذنه فعدة فعيوها كفيتة عدة كرأي لإلهي ومن أيام ما يحق وغاق وخوا وكذا فعدة إلهي فرأي يا تركيسا ومن أيام ما يلحق ولا أخرق وكلم هذا إلى يهودا سبحانه وتعالى يريد الله الله وهو من الدنيا لكم إذنك اليسرى سلنا يا إليه من الدنيا هذا الإله أمره وأنه واسع يريد الله الله وهو من الدنيا لكم إذنك الإله اليسرى سلنا ولا يريد لكم إلا من الدنيا مع الأصفق ليس هذا راضي أي إله أخر يبني مثلا جهنتين يمرك أسفر في الدستين ساسوي يولو تكملوا لها تكمشان والإلهي ولو تكملون والأخيانها تكمشان العدة تكترادة عدة صوم رمضان ليس لما صوم كذا إلا قمي ولو تكملوا لها تكمشان العدة تعدوا لها تكمشان يولو تكبروا الله الله إنا ذوي نيسان والإلهي الله إنا ذوي نيسان وحويه تكبير سمرك أسيح عيدة واحد ولكن تكبروا الله الله إله بين إسان وإلهي ويقول كما قولنا معه وعلى خذبير سنعي كان حان صون كمرك بشه رمضان صون كان مرك قولنا معه تكبير كأه وحال إله تكبير ومرتر هذا بشه مركي شوال في أرتاي أيا الله تكبير سنعي شارعية الجلدة لغو تكبير سنعي نتائد لغو تكبير سنعي سوق لغو تكبير سنعي وفضوي سوق تكبير سنعي تقدير سمركات تقدير وحينا قريشة عام هينا قريشة وليس تقدر الله الله إنا الوينيسان وإلهي سبحانه وتعالى على ما هداكم على إن كل من شيء يو ولا علاكم منها تسكن أشبرسان وإلهي يا شفرسان وما حانيها ولا علاكم منها تسكن أشبرسان هلين أسي إلهي شفرسان معناه هو التخفيف إلهي سبحانه وتعالى دي تخفيف فرتاد عشر كان انت أشوك إلهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.